أكيد فوز مستحق. الجزيرة يمتلك أكثر من ورقة رابحة، أكثر من 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 حل، ويعني في الأول وفي الأخير صار متقاسم النقاط مع الشارقة، الندية أكثر. نعم، مركز الأول متقاسم مع النقاط، ولكن اليوم تأخر الفوز لغاية الدقيقة 74 عشان يبدأ الهدف الأول زايد العامري. وبعدين انت عارف السقوط، هو كان الهدف الأول أهم هدف، ثم ثلاثة أهداف خلال أقل من ربع ساعة. بالتأكيد الجزيرة هو والشارقة الآن والنصر راح يكون في صراع مرير على البطولة السنة هذه. بالتأكيد. بالمقابل على ما يبدو عجمان في ورطة أستاذ عيسى، يعني الخسارة الثامنة دون أي فوز يذكر يجعلنا نتساءل، يعني هل من مؤشر يعني لأي تصحيح ممكن أن نشهده في الجولات المقبلة؟ خاتم تعرفي الانتصار يولد انتصار والهزيمة تولد هزيمة حقيقة. فريق عجمان رغم ما قدم حقيقة في هذه المباراة من صمود حتى الربع الساعة الأخيرة من المواجهة، إلا خليني أقول لك إياها، هو يعني قبل المباراة بدون شك إنه يقابل الجزيرة، الجزيرة عينها على الثلاث نقاط من أجل للصدارة. ليس من وجهة نظري ليس بالإمكان أفضل مما كان، ولو كان الجزيرة مبكر في التسجيل، لأن من وجهة نظري الغلة زادت عن 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 الثلاثة. في كل الأحوال نعتقد أنه فوز مستحق إلى الجزيرة. خطورة الجزيرة أكثر من خطورة الشارقة هذا الموسم؟ لا والله، عشان نكون حقانيين الفريقين. شوفي الشارقة السنة هذه عنده خط ثاني، السنة الماضية ما كان عنده بدائل، السنة هذه قدر يحضر البدائل. يعني عندك 11 لاعب في الملعب و11 لاعب ممكن تدخلين أي واحد بنفس المستوى. أما الجزيرة السنة هذه إشكاليتها في الأجانب، اللعيبة المواطنين 7 لعيبة مواطنين في المنتخب، لذلك لو في التغييرات الشتوية الجزيرة عزز تعاقد مع 2-3 أجانب جيدين، بالتأكيد هنا راح يكون الفارق. طيب طيب.